بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الثاني Internal Incompressible Viscous Flow. نكمل في هذه الحصة المحاضرة الثالثة من درس أو من عرض Internal Viscous Flow أو Internal Incompressible Viscous Flow between two cylinders. كنا قد عرضنا في الحصتين الماضيتين كيف يتم حل المسألة هذه. نحاول خلال هذه الحصة إكمال ما بدأناه. كنا قد وصلنا إلى إيش؟ وصلنا في الحصة الأولى أنه UR تساوي صفر and UZ تساوي صفر. فقط عندي UFI is function of R. أيضا استعملنا أو استخرجنا باستعمال Navier-Stokes الراديال component and axial component المعادلتين هذم كيف تم اختزالهم وتم عرضهم هذا في المحاضرة الأخيرة. في خلال هذه الحصة نحاول أني نكمل tangential component. فهنا عندي U phi is function of R، فهذا يعني لإيش؟ derivation U phi at time تساوي صفر، derivation of U phi at R لا تساوي صفر، لكن عندي إيش؟ عندي U R تساوي صفر، derivation of u phi على phi تساوي صفر، derivation of u phi على z تساوي صفر، ال u r تساوي صفر. فإذا تقريبا بارامتر الأول على اليسار كله يساوي صفر. لو مرينا للجهة اليمنى لاحظ أنه البارامتر الأول يبقى، البارامتر الثاني يبقى، البارامتر الثالث derivation of u phi على phi تساوي صفر، derivation of u phi على z تساوي صفر، derivation of u r على phi تساوي صفر. ليش؟ لأنه u r تساوي صفر، وزي ما قلنا إهمال لجرافيتي فبارامتر هذا يساوي صفر. فيقعد لي البارامتر أول ثاني وثالث بارامتر. فإذا تصبح لي المعادلة زي ما قلنا على اليسار تساوي صفر، بارامتر الأول الثاني والثالث. سمينا هذا المعادلة رقم 10. فإذا لو حقينا الجانب الأيسر البارامتر اللي فيه البرشر راح نتحصل على المعادلة اللي أمامنا هنا. المعادلة هذه تختص بإيش؟ تختص إنه derivation of pressure على phi، وهنا يعني إيش البارامتر على اليسار depends only on phi، والبارامتر اللي على اليمين depends only on R. فإذا هنا function of R only، يعني derivation of pressure على الفاي أيضا depends only of R. فإذا نقدر نقول إن derivation of pressure على الفاي is function of R. سنحاول استعمال المعادلة هذه واستعمال الرياضيات ثم استعمال شوية من الفيزياء أو من ميكانيكا الموائع عشان إيش؟ عشان نستخرج قيمة البرشر. المعادلة هذه تعطيني باستعمال الرياضيات أن البرشر phi function of R، وهنا نقدر نقول أنه at phi تساوي صفر البرشر تساوي صفر، at phi تساوي 2pi 2pi، فإذا البرشر تساوي 2pi function of R. هنا ألاحظ إيش؟ أنه عندي different values at phi تساوي صفر at phi تساوي 2 pi، لكن هنا إيش؟ الphi تساوي صفر phi تساوي 2 pi هي نفس النقطة the same point in the tangential direction since pressure is continuous. فهنا الضغط في continuity للضغط أو اكتمال للضغط، وهذا باستعمال علم ميكانيكا الموائع it's impossible يعني غير مقبول. فإذا تصبح عندي function of R تساوي صفر. هذا يعطيني إيش؟ يعطيني أن المعادلة رقم 10 واستعمال المعادلة هذه نلقى derivation of pressure على phi تساوي لي إيش؟ تساوي لي صفر. راح نسوي أو نسمي المعادلة هذه معادلة رقم 11. فإذا لو استعملنا هنا نرجع للسلايد اللي قبل، استعملنا المعادلة رقم 11
في المعادلة اللي حصلناها هنا راح نتحصل على إيش؟ راح نتحصل على إنه derivation of pressure at defi تساوي صفر، فتبقى لي الجانب الأيسر يساوي صفر. لو أخذنا r مو تساوي، بما أنه هنا صفر نقدر نستغنى عليهم، تصبح لي المعادلة رقم 12، أي المعادلة اللي تم عرضها هنا، وهي المعادلة رقم 12. فقط أود أذكركم بالradial components في الحصة الماضية أنه derivation of pressure على r يساوي density في الـ UFI تربيع على r، وزي ما سميناها هذه المعادلة رقم 9. فهنا أصبح عندي إيس، عندي معادلتين، معادلة رقم 12 والمعادلة رقم 9. المعادلة رقم 12 فيها مجهول اللي هو نبحث عليه اللي هو UFI، والمعادلة رقم 9 فيها مجهول اللي هو البرشر وأيضا اليوفاي. فهنا أصبح عندي إيش؟ عندي مجهولين ومعادلتين. فهنا لحل المسألة، بما أنه معادلة رقم 12 فيها مجهول واحد اللي هو اليوفاي، فإذا نبدأ بحل المسألة هذه عشان نتحصل على اليوفاي كم تساوي، ثم يتم تعويضه هنا عشان نستخرج البرشر كم تساوي. فإذا هنا زي ما قلنا نحل المسألة رقم 12 عشان UFI، ثم نحل رقم 9 عشان نستخرج البرشر. هنا نكون خلصت المحاضرة هذه، إن شاء الله يكون الشرح واضح. فقط أود طرح السؤال هنا، هل إنه البرشر تساوي صفر باستعمال المعادلة رقم 9، أو تم حل هذا واعتبار الأمر هذا فقط لحل المسألة بطريقة استعمال الرياضيات؟ السلام عليكم ورحمة الله.